القتل أو مواجهة العدالة مصير من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الوطن والمواطن، ومن يظن أن امتهان القتل والإرهاب والمتاجرة بأدواته إرضاء لمشغليه سيسلم من العدالة واهم. بعد المتابعة الدقيقة والسريعة لحركة المسلحين، تم بتاريخ 12/8/2012 توقيف سيارة كانت تقوم بأعمال التهريب إلى منطقة دارية، وعسر بداخل هذه السيارة التي هي من نوع كيا سيراتو على قذائف من نوع بيتو، وهي قذائف مضادة للدروع وقاذف إضافة إلى قاذف وحشوات، وهذه القذائف كانت متوضعة في السيارة بهذا الشكل داخل فرش الأبواب، وتم توقيف الفاعلين. لا مفر، فالسوريون يسيجون حياض الوطن وقواتهم المسلحة تحرسه، والاعتقاد بأن العمالة والأجراء والإرهاب الوهابي التكفيري سيحمي من ضربات عدالة قواتنا البطلة القاسمة مس من الجنون.